مفيش حد مش واخد باله من الظروف الاقتصادية الصعبة يمكن العالم كله بيمر بيها. وفي هذا الوقت تحديداً مهم جداً إنه الكل يبقى ليه دور ويشارك يساند ويدعم ثقافة التكافل والعمل الأهلي اللي بالتأكيد ليها دور مهم جداً في توصيل الخير للأسر الأولى بالرعاية. الحقيقة إحنا عندنا تجربة مهمة جداً للتحالف الوطني لعمل الأهلي التموي. هذا التحالف انطلق رسمياً في شهر مارس اللي فات، بيشارك فيه 24 مؤسسة أهلية كبرى، على سبيل المثال مؤسسة حياة كريمة، بيت الزكاة، جمعية الأرمان، بنك الطعام، مؤسسة مصر الخير وغيرهم وغيرهم كتير. من مارس ولحد دلوقتي دايماً بنلاقي أنه التحالف موجود وبيدعم وبيشارك في كل المبادرات اللي هدفها تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية مصطفى اللي هم أصلاً بيبقوا أكثر تضرراً. بالضبط كده، وبالمناسبة دي إحنا كلنا عارفين أن 2022 هو عام المجتمع المدني. الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتاد أنه هو كل سنة بيطلق اسم على هذا العام عشان كل أجهزة الدولة تقدم الدعم لهذا الأمر. التحالف اللي بيقوم بدور اجتماعي وتنموي مهم جداً، الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه بشكل شخصي. لو تفتكروا أن سيادة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية كان وجه الحكومة بأنها تقدم دعم تبلغ قيمته 9 مليار جنيه لهذا التحالف علشان تساعده في الدور اللي بيقوم بيه. 24 مؤسسة أهلية يا جمانة هتاخد 9 مليار جنيه. مش كده بس، امبارح كمان صدرت توجيهات رئاسية بأن الدعم ده يزيد ويوصل ل 10 مليار جنيه. 10 مليار جنيه هنشوف المجتمع المدني في كل قرى ومحافظات ونجوع مصر، في ريف مصر وفي صعيدها، بيقدموا الدعم لكل من يستحق هذا الدعم. طبعا بكل تأكيد يا مصطفى، الحقيقة أنه يعني هذه التوجيهات هي بمثابة تأكيد أنه جزء من منظومة شبكات الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة بتوفره للأسر الأولى بالرعاية. الحقيقة أن هي الدولة شايفة أن هي ليها دور كبير جداً إن كان في تنمية الريف المصري أو في تطوير البنية التحتية أو لكن لازم زي ما قلنا لحضراتكم يكون في دور تنموي مجتمعي، ده لازم يكون موجود خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية اللي كلنا عارفينها واللي بكل تأكيد أثرت على عدد كبير جدا من المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة والأسر الفقيرة يا مصطفى. ودي نقطة مهمة جدا، لأنه مهما أي دولة في العالم مهما قامت بدورها يجب أن يكون هناك دور للمجتمع المدني. صحيح، واحنا كنا مش حاجة بقى لكن مفتقدين هذا الدور. المجتمع المدني النهاردة نشيط بيوصل لكل ريف ولكل نجع في مصر، بيقدم فعلا خدمات مهمة جدا لكل المواطنين حاسين قيمته ودوره. طبعا أنا بتفق معاك، هي النقطة كمان مش فكرة وجود دور، كان في دور طبعا المجتمعات المدنية لكن ما كانش في تنسيق مع الدولة. بالزبط كان كده. كل واحد بيشتغل في جزيرة منعزلة فما كانتش بتوصل بشكل متساوي للجميع. لا، وما كانش في توجيهات رئاسية، القيادة السياسية عارفة احنا محتاجين دلوقتي ده، فيا جماعة اشتغلوا على ده، احنا محتاجين دلوقتي ده فاشتغلوا على ده. التوجيهات دي اعتقد ان هي بتأثر جدا على عمل التحالف في القرى والنجوع. الرئيس لما وجه هذا التحالف ان هم يطوروا العمل الخيري ما كانش بس بيقول ان هو يعني هذا التحالف يقدم مساعدات مباشرة للمواطنين، لا، ده كمان لازم يكون هناك نشاط تشغيلي. يعني التحالف يقدم فرص تشغيل تناسب المواطن اللي بيتلقى مساعدات علشان يقدر بعد كده ان هو يبقى عنده دخل افضل ويشتغل ويكسب وما يكونش محتاج مساعده فيما بعد. بمعنى اخر، المثل الصيني المعروف لا تعلمني الصيد ولكن لا تعطيني سمكه، لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. احنا بنعمل ده، احنا بنقدم دعم لكل المواطنين وبنقدم لهم كمان خبرات حياتيه طبعا، مساهمات، يقدر ازاي يشتغل. انت النهارده بتعرفي تشتغلي على القماش هنعمل مكنه قماش، انت بتعرف تشتغل على هذا الموضوع هنشتغل على هذا الموضوع. اعتقد ان ده في دوله في 2020 في ظل الازمه الماليه العالميه اللي احنا فيها وفي ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه بتعمل ده وتقدم هذا الدعم للوطن. 10 مليار جنيه ل 24 مؤسسه تنمويه واهليه، اعتقد ان هو يعني حاجه يعني نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي والمؤسسات الدوليه ازاي ممكن تشيد بهذا الامر. طبعا حاجه تستحق ان احنا نتوقف امامها. يعني على اي حال بنصبح على حضراتكم مره تانية وهنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير واستعاده على حضراتكم جميعا.